السيد ماساغوس محمد وزير الدولة للشؤون الخارجية والداخلية لدولة سنغافورة. Your Excellency. معالي رئيس الوزراء إبراهيم محلب، السيدات والسادة، إن مصر فعلا مكانا رائع. لقد كنت في القاهرة في شهر أكتوبر 2014 لمؤتمر إعادة أعمار غزة، ويسعدني أن أحضر مرة أخرى إلى مصر لأحضر هذا المؤتمر الهام. بالنيابة عن الوفد من سنغافورة، أود أن أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على الترتيبات الرائعة وكرم الضيافة. على مدار التسعة أشهر الماضية اتخذت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات الشجاعة من أجل تعزيز الاقتصاد وعمل عدد من الإصلاحات في الضرائب وأيضا في الدعم. أيضا الحكومة المصرية وافقت على قانون استثمار ينص على إنشاء شباك واحد، وذلك لتسهيل الأمر على المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر. إن هذه المبادرات رحب بها المستثمرون الأجانب خاصة من آسيا. إن هذا أمر مهم سيسمح لهم باكتشاف والوجود والعثور على فرص استثمارية جديدة. إن مصر لديها الكثير من الفرص بسبب موقعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وأيضا بسبب سوقها المحلي. إن هذا المؤتمر لهذه الأسباب يأتي في موعده. إنه يمثل فرصة للشركات من سنغافورة لتعرف أكثر وأكثر عن الخطط والأهداف المتعلقة بالحكومة المصرية، بحيث يكون لديهم قرارات مبنية على معلومات بشأن الاستثمار في مصر. بالإضافة إلى الاهتمام بالاستثمار والأعمال، هناك أيضا تدفق صحي للتداول والتعامل الثنائي في مجال بناء القدرات بين مصر وسنغافورة، وأيضا تنمية الموارد البشرية. لدينا الرغبة في تبادل الخبرات في الكثير من المجالات، ونحن أيضا نرحب بأن يستفيد المسؤولين المصريين من المساعدة الفنية فيما يتعلق بعض التدريبات المتعلقة بالتدريبات الفنية وأيضا التعليم المهني والفني. بالإضافة إلى ذلك أيضا لدينا الكثير من الإجراءات التي يمكن الاستفادة منها. هناك أيضا مجال آخر للتعاون الثنائي، وهو تنمية الموانئ والمطارات، ونرحب بالتعاون مع هيئة قناة السويس وغيرها من الجهات الحكومية من أجل مشروع تنمية قناة السويس. في ديسمبر 2014 كان هناك زيارة لبعض المسؤولين من موانئ سنغافورة، وأيضا كان هناك تعاون مع بعض الهيئات والجهات المصرية. إن مثل هذه الزيارات من شأنها أن تعزز التفاهم الثنائي فيما يتعلق بالتعاون في مجال الموانئ. وفي النهاية أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أشكر الحكومة المصرية مرة أخرى لدعوتهم لسنغافورة للمشاركة وحضور هذا المؤتمر. مصر الآن في مفترق طرق بشأن إصلاحاتها الاقتصادية، وأنا واثق أن القيادة السياسية القوية ودعم الشعب سوف يضع مصر في موقعها الذي سيسمح لها بتحقيق النمو الاقتصادي والرخاء. شكرا جزيلا. السفيرة ليفيا ليو الممثلة الخاصة للحكومة السويسرية لاتفاقات التجارة، وزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث بالاتحاد السويسري.